للملائكة ولاية من الله تعالى قبول للأعمال، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن الذي عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. الصدق الذي كان إذا استقاموا تقبل الله منهم أعمالهم، إنما يتقبل الله من المتقين. فطمأنينة في القلب، انشراح في الصدر، حياة طيبة، مقارنة للملائكة، ولاية لله، خروج من الظلمات إلى النور، قبول للأعمال، بركات من السماء والأرض. شيء سعادة أعظم من كذا؟ من كمثلي وذا الشراب شرابي والنبيون كلهم ندماني. من أسعد من هذا الذي لا تو أيضا لا تتحقق أبدا، هذه الأمور لا تتحقق إلا من هذا الطريق، لا بالتخلي ولا بالتحلي ولا بالتزي ولا أبدا، هذا الطريق الذي بينه الله، يقولهم يا عبادي فاتقون، هذا الطريق الذي بينته لكم هو طريق رفعتكم وهو طريق سعادتكم. الاستقامة على هذه العلامات والدلائل التي رسمتها لكم ستصلون إلى عز الدارين وراحة المنقلبين وراحة المنقلبين. وإن أعرضتم عن ذا فإن لكم الضنك. شوف ضد هذا ضد هذا، ومن أعرض عن ذكر، شوف القلوب كما تكلم، قلنا آثار الاستقامة على القلب والصدر والحياة والقرناء والأعمال، كذلك ترى يقول في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وجع عند الصدور، وقال ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وقال عن الحياة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال عن القرناء ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ولا ولاية لله، ما ولي، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. والكافرين ما يعني المشركين، هنا الكفار إذا جاءت كذا مطلقة ما لم تدل قرينة أخرى تخرجها عن الكفر العام اللي هو النعم والمنعم، فإنها تشمل الكفرين معا. لما الله يقول فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، الكافرين سعيرا عن الكافر الكفر كفر الشرك وكفر النعمة. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ولا قبول لأعمالهم أبدا، لا قبول لأعمالهم. لاحظ أن هذا الضد. فالاستقامة هي سبب كل خير، والمرء عليه أن يلتمس أسبابها